سنسيتك بتقنية نانو تعمل على ترطيبه من الجذور إلى الأطراف لتتركه فائق النعومة والإنسيابية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية سنسيلك. ديرنا لحنا ديرنا لحنا يا ورانا تصوفنا غير حنا ما تزوجنا. يا عزيزي في راسك ماشي هكذا كيغنوها اون بلوس هذه تاع خدامه ماشي تاع زوج. على بالي يما على بالي علاش راكي تكوبي فيا؟ انا عجبني اللحن برك بلوس الكلمات الدوعي. أني شايفتها بلي حنقلبها كاع نولي نغني. هذا كي تدفني انا وبالك ومن بعد قولي راسك لحبيتي. بصح واش فيها؟ واش فيها؟ ما عندها هذوما لهم يغنوا خير مني انا. راني ترشو برك هم يقولوا فرشي لي نرقد راني عيان. هذا كلام هذا في خاطر زينو رزينو نينو والياس زرق عينو. هذا كلام خلينا منه. هادي 200,000 في خطر فوزي مول الجاكوزي وفي خطر مريم مولات الباصات وفي خطر أنيسة مولات السيريكات سونز اوبليي اختي تورا الزي قا مولات الديكات. شوف تبلع فمك سينو حنا نعميك بهاد الفرشيطة قاعد هنا مع الوليات مخلي الزرقاء اخرج برا. هبلتوني سامر. نقولك حاجة تريحي بايرة مات نخطبي مات تزوجي. قلت لماما تشري لك ولا تعطي لك المصروف تاع لا جورني. فكر في شهر يا جوز راهي ديس. ارجع 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 وهذا في خاطر رياض لي دوموندا جيس يا كنت نحتاج في عين بليس اخرج عليا ونضربك حديده تاع سيس. واش ما هذاك على جان ديس مسغى برا ومضرب سيريسيس راس ماما بقى لنا غير فيسبوك. فيسبوك فيسبوك ماشي فيسبوك. يا رياض يا اخو خصوك ديس عباك انا تاني وني خممني نجيبهم عبالك بايرة ايا اسقع لي وليدك. ها قولي بايرة انا الله يعاونك يا مولاة الدار. على سلامتك يا مول الخيمة. الله 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 بارك الله فيك. شفتي التربية نتاع وليدك؟ ها؟ شافني معبي بالقضية. بدل طريق. عم بالو ما شتوش. ما من تلعب يا ثعلب. ما نعرف لمن خرج فنيان هكذا. خرج لخالو الرشيد. خلي خويا ترونكيل. هذه كامل التربية نتاعك يا لالا. حلو حلو معليش نسيت ما قلتلكش. خير راني تلاقيت مع مصطفى. شكون مصطفى؟ هي جارنا اللي تكون تحت. شوفي اذا كتب المكتوب غدوه ان شاء الله راهم جايين يخطبوا بنتنا رازقة. ما تقوليش موح وليده وكاين من غير موح الصراحه. اي بصح موح الصراحه قديم وعقليته وعره بصح لازم تزوج بنت اليوم. بنت اليوم هذاك واش اللي قلهم. المهم راجل يسترها. شوفي اهدري معها وقنعيها وقولي لها بالك تبهدلنا مع الناس كيما موالفه فهمتي. وسيدي قولي لها اذا خزر فيها اطحط عينيها. ياك تعرف بنتك عقليتها قبيحه وتشرها ساسي ومشرن. بصح نقول لك حاجه لازم تتزوج هاد الخطره. انا ما تقعدليش فوق قلبي بايره ما تقعدليش لازم تتزوج. نزوجوها وتروح علينا ونبقاو انا وياك الراس بالراس. ها الراس بالراس وانا كي نتزوج وين نسكن؟ انت تسكن في الكوزينه. هيا هيا روح دي القضيان دي القضيان الكوزينه. حق ما شفتني في الطريق وما عاونتنيش سينو والله والله ما تحرك نتزوج. واش قلت لك يا لالا؟ ها ما تقولي لي والو صبرينا شحال من خطره نقول لك ما زيديش تبيبي لي باسكو انا ما عنديش درهم باش نعاود لك. عزيتي فيا اونيتي كاع درهم اللي عندك. ما تقولي لي والو يا انتي هكذا دايره ما تبدليش. شوفي الزعفي ولا خطي راسك في البورطاي تاع الحانوت داكوغ. ديجا نقول لك حاجه ما زيديش تعاودي لي ما زيديش ما تزيديش تعاودي لي. كرهتك يا كرهتك يا تسمعي مجربة طلبة مجربة طلبة طلبة
حين ندبهم هكذا ربيتكم انا باش تهضروا مع الناس. ما تدخليش روحك يما، الصمت تاع هاد العبان نعرفو، هذا الجار تاع بوسلك من فمو حتى تقضي صلاحك منه، تعرفيه؟ طفلة نعرفها بخدمتها بدراهمها دارها طونوبيل، تسمح فيا على عينيتي. شوفي شوفي البؤس يمشي، البؤس يمشي ديرت. خلاص ما تقلقيش، جبت لك خبر يفرح. صح غدوة غدوة راهم جايين الخطابة. شكون؟ علاش يخطبوني انا؟ شكون؟ موح وليد جارنا مصطفى. موح ما تقولي ليش برك موح الصراحة. هو بدات سيد نطلق ثلاث مرات الفقد رجال. الراجل ما يتعايبش يا بنتي. بركة يما هذاك قديم 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 سين قديم قديم يما فكرني في موعد سايس بيكو. شوفي هذا عبالك شغل الهضرة تاعو شغل عصر الحجاري. مع الوقت يكون تفتح. على كل حال غدوة راهم جايين ان شاء الله واللي فيه الخير ربي يجيبو. شو بك يما راك تصبري في روحك؟ عباد كيما هادو ما يتبدلوش. حبس يقعد حبس. اسمعي ديري لي الوجه ليا ولبابك. شوفي ما نضمن لك شغل يلط معايا نعطيه. سمعت بهدليني انا وبابك نوري لك. انا كيفاش نحش؟ كيما تعرف محمد وليدي ما كاش اللي ما يعرفوش على الصراحه ديالو. اللي في قلبه في لسانه. حقه يقال شيخ ما كاش اللي ما يعرفش الصراحه. واش نقولكم؟ على كل حال احنا نحوسوا غير لهنا والسعاده والصحه والذريه الصالحه لبنتنا رزق. وليدي طلق ثلاثه على جال الرجله ثلاثه. الله يبارك مع السلامه نقولوا. بارك فيك. الى عندكم كش حاجه تقولوها غير قولوها. ليكس كوستيم يا خو كوستيم. بالصحه قبل ما نخطب لازم نكونوا صارحين بيناتنا. صراحة راح يا ولدي انا انسان رجلاوي الف الكونتر. يعني بلي على بلي باينه رجلها خمقات في الكرافطه وفي الجاد. انا المراه عندي تقعد في الدار. الخدمه ما كاش. الضياف ما كاش. والباب والتاقة مغلوقين على العام. تجي داركم غير في العيد وما تباتش. خلينا مصروف غير تاع الحليب. ودا غلطت معايا في كاش هضره نفليكسيها لكم. يا بابا حبك شنو راني حاسه الطيحه تاعي طلعوا المغيغه هنايا هنا. واش بك حسبني قطه تخلي لي الحليب؟ واش واش احشم الحق اختي. واش خو استعمار واش وقتاش ولاو الان انا نشهضروا ورجال حاضرين. معليش يا وليدي معليش كانك هو. واش وراي الرجال تاعك الان انا نشهضروا ويغلبوك. معليش يا وليدي انا نقول لك المهم انت ما تغلبنيش. شويه قدر يا وشويه قدر يا جماعه صراحة هذا الحليل العقل حبيب الله. اسمع عمو هذا الكلام قولوا لوليدك الصراحة. راك عاد تعرف الصراحة تاعي كيفاش دايرة يا مح الصراحة تعرف. راك عاد تعرف يا ربا نوض 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 راك تشوف فيا انايا. شوف ميز ميز انا وسمني رزيقة هكذا وكين تقلق انا يطلعوا لي جنوني. راه كيفاش يسموني حماده يا حماده. اما بابا هيا نروح ما نسويتش. هيا يما بابا هيا برافو هيا وش كعبه تديها ثاني رزيقة. ابتكرنا سانسيتك بتقنية نانو تعمل على ترطيبه من الجذور إلى الأطراف لتتركه فائق النعومة والإنسيابية. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سانسيلك.